السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر محمد مختار، معلم أول لغة إنجليزية. أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، دلوقتي معانا يونت 1 ليسون 3 الدرس الثالث، بيج 6 صفحة 6. بنكون فاتحين مع بعض الكتاب. speaking one think of different hobbies، فكر في هوايتين مختلفتين. then ask and answer، ثم اسأل وأجب. عندنا هوايات جايبينها لي في الصورة، فهنا البنت بتقول لها do you listen to music، هل تستمع للموسيقى؟ فقالت لها yes I do، نعم. طيب do you play chess، هل بتلعبي الشطرنج؟ no I don't، يبقى لا ما بلعبش. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده اللانجوج. look at the table، انظر للجدول. are there are sentences 1 and 2 true or false، هل الجملة الأولى والتانية صح أو خطأ، اللي هما بعد الجدول بقى بعد ما نشوف مع بعض. the present simple، the present simple هو الزمن المضارع البسيط. في الستيتمنتس، في الجمل الخبرية، الجمل العادية. I play football، هنا هنلاحظ إن مع I ويو وي وذي، I والجمع، الفعل لا يضاف له أي حروف، بيكون جاي في الانفينيتيف كده في المصدر. أنا ألعب كرة القدم. طيب أما مع هي وشي وإت، طبعا اللي هم الضمائر المفرد الغائب، plays football، لازم أزود حرف إس هنا للفعل. طيب يبقى ده في زمن المضارع البسيط. طيب في النيجاتيف بقى، في النفي، الجملة اللي فيها play النفي بتاعها don't play، برضو مع I you we they، I don't play football، هنا أنا لا ألعب كرة القدم. طيب مع هي وشي وإت هيبقى نفي plays doesn't play، وخلي بالي ان doesn't هنا جبتها عشان plays كان اخرها s، يبقى doesn't، واخلي بالي ان doesn't هنا انا بسميها doesn't المفترسة، تفترس الفعل ترجعه لاصله للمصدر بتاعه، يبقى plays هترجع لplay، يبقى he doesn't play football، هو لا يلعب كرة القدم، يبقى هنا don't و doesn't بيجي وراهم الانفينيتيف المصدر، تمام؟ طيب في الكويستشنز، في السؤال او في الاسئله، ببدا بدو او داز عشان يكون معناهم هل. دو يو بلاي فوتبول، او دو وي بلاي فوتبول، او دو ذي بلاي فوتبول، في الاجابه يس اي دو او نو اي دونت. اوكي طيب داز هي بلاي فوتبول، هل هو يلعب كره القدم؟ يس هي داز او نو هي دازنت، يبقى سائل بداز هجاوب بداز، سائل بدو هجاوب بدو، دو وداز هنا بمعنى هل. نيجي بقى للجملتين اللي عايزنا نشوفهم يا ترى صح او خطا. we add s or es to a verb with we and they، بنضيف حرف الاس او الاي اس للفعل اللي مع we نحن او they هم. طبعا لا، الكلام ده مش سليم، احنا مع هي وشي وات، بس بضيف طبعا ايه الاس للفعل. يبقى الجملة الأولى عندنا ديت هتبقى false. we can start a question with do or does، ممكن أبدأ السؤال بdo أو does. طبعا true هيكون معناهم هل. طيب correct the underlined words، صحح الكلمات اللي تحتها خط. I plays the drums، قال لها ده I يا مستر، يبقى الفعل هزود له S، لا طبعا يبقى المفروض play مع I والجمع الفعل بدون الS. I doesn't listen to music، يا الله doesn't ما ينفعش أبدا مع I doesn't. I don't listen to music. Do he حتى يعني مختلفة تماما، يبقى does he play football on Mondays. She don't، لا خالص ده احنا لسه قايلين اهو فوق يا شباب، يبقى ايه she doesn't go. طيب امال سويمنج هنا اخرها اي ان جي ليه يا شباب؟ عشان جو اصلا مهما كان شكلها في المضارع او الماضي بيجي بعدها الفعل مضاف له اي ان جي. داز يو بلاي تشيس، طبعا مع يو ما بستخدمش ابدا داز، يبقى اختها دو. في بيج 7 بقى listening 4، listen to سامي اند ايا، استمع لسامي وايا. which three countries do you hear in the conversations، يعني اي ثلاث دول سمعتهم او بتسمعهم في المحادثات اللي احنا هنسمعهم او هنقراهم دلوقتي. هو جايب لي دول ايجيبت مصر،
فرانس فرنسا، موروكو المغرب، عمان عمان، ساوث أفريقيا جنوب أفريقيا. طيب تعالوا كده نقرأ مع بعض. عندنا سامي: My family lives in Cairo. أسرتي بتعيش في القاهرة. But my dad works in Paris, France. لكن أبي والدي يعمل في باريس في فرنسا. He goes to the airport. يذهب إلى المطار. On Sundays, أيام الأحد. And he catches a plane to Paris. ويلحق بالطائرة إلى باريس. It takes 5 hours to fly there. تستغرق 5 ساعات لكي يطير إلى هناك. And then he catches a plane. ثم يلحق بطائرة home, a plane home to Egypt. يعني طائرة عائدا إلى مصر. On Thursday evening. في مساء الخميس. He works very hard. هو يعمل بجد جدا. طبعا إحنا هنلاحظ حاجة مهمة جدا. إحنا كلامنا كله في المضارع البسيط. لذلك my family مفرد يبقى lives. بزود اس مع الفاعل المفرد. But my dad works. Goes. عندنا كمان catches. Takes. عندنا catches تاني. عندنا كمان works. يبقى هنا شباب لاحظنا ان احنا بنستخدم المضارع البسيط علشان اتكلم عن عادة متكررة، عادات متكررة زمن المضارع البسيط. وبزود طبعا الاس او الاي اس مع طبعا ايه، مع الفاعل المفرد فقط يا شباب. نكمل مع بعض. بيقول لنا on Saturdays في ايام السبت we play football in the park. يبقى هنا شايفين يا شباب we play، ما زودناش اس في المضارع البسيط مع وي، مع وي الجمع واي، ما بنزودش حرف الاس ولا اي اس مع الفعل خالص. طيب and we play chess، يبقى بنلعب كرة القدم في الحديقة وبنلعب الشطرنج. I love my dad، بحب أبي. And I am happy when he is at home، وبحب وأكون سعيد لما بيكون في البيت، طبعا علشان بيستمتع معاه بوقته يعني. طيب عندنا آية بقى: My grandmother، grandmother جدتي، and grandfather وجدي live in South Africa، بيعيشوا في جنوب أفريقيا. They live next to the beach، بيعيشوا بجوار الشاطئ. In Cape Town، في مدينة Cape Town. They have a beautiful house، عندهم منزل جميل. We go and visit them، بنذهب ونزورهم. But it's a long way، لكنه طريق طويل، طبعا سفر طويل جدا. It takes 12 hours to fly there، بيستغرق 12 ساعة لكي نطير إلى هناك. I talk to them on the phone، بكلمهم في التليفون. But they don't have a computer so we can't make a video call، ولكن ما عندهمش كمبيوتر لذلك لا نستطيع ان احنا نعمل مكالمة فيديو. I would like to see them every day but I can't، يعني انا اريد ان انا اشوفهم كل يوم ولكن لا استطيع. لما نرجع للاكسرسايز بتاعنا بقى، يبقى عندنا الكانتريز اللي احنا سمعناها، كان 3 دول سمعناهم في الحوار بتاعنا ده. كان عندنا طبعا ايجيبت اللي هي مصر، وفرانس اللي هي فرنسا، وطبعا ساوث افريكا اللي هي جنوب افريقيا. في اكسرسايز 5 بقى بيقول لي listen again and answer the questions، استمع مرة أخرى وأجب على الأسئلة. الحوار اللي احنا لسه شايفينه مع بعض دلوقتي بيقول لي where does Sam's dad work، بيعمل فين والد سامي، اين يعمل. طبعا هو قال لنا in Paris France. طيب when does Sammy play with his dad، يا ترى متى بيلعب سامي مع والده، بيلعب امتى. يبقى on Saturdays، أيام السبت. Where do Aya's grandmother and grandfather live؟ أين يعيش جد وجدة آية، بيعيشوا فين يا شباب؟ قال لنا next to the beach، يعني بجوار الشاطئ. In Cape Town أو Cape Town اللي هي مدينة Cape Town، South Africa في جنوب أفريقيا.
اوكي، هاو لونج داز ات تيك تو فلاي ذير؟ طب كم المدة اللي بيستغرقها السفر لهناك بالطيارة يا ترى؟ بتستغرق قد ايه؟ قال لي 12 hours، يعني 12 ساعة. طيب اخر جزء عندنا في الليسون النهاردة بيقول لي values، القيم بقى اللي عندنا. هاو داز سامي فيل وين هيز داد از ات هوم؟ بيشعر ايه سامي بايه سامي لما والده بيكون في البيت؟ طبعا very happy، طبعا بيبقى يا شباب سعيد جدا، طبعا بيلعب معاه. Do you think آية is sad that she doesn't see her grandparents every day؟ هل تعتقد إن آية حزينة لأنها ما بتشوفش أجدادها كل يوم؟ طبعا yes I do، نعم أكيد. If you don't see your grandparents every day، لو ما بتشوفش أجدادك كل يوم، how else can you communicate؟ كيف أيضا تستطيع أن تتواصل معهم؟ كلمة communicate يعني يتواصل، طبعا on the phone بالتليفون، طبعا on by chatting بالدردشة مثلا، واتساب، طبعا دي برامج بقى جديدة أتاحت الاتصال بالناس اللي بعيدة عننا. طيب Do you think the internet can help you communicate with your family؟ هل تعتقد أن الإنترنت يستطيع أنه يساعدك عشان تتواصل مع communicate with your family أسرتك؟ Yes I do. How so؟ طبعا الإنترنت دلوقتي خلى the world، العالم is a small village، قرية صغيرة. You can communicate with anyone all over the world، في كل أنحاء العالم. باي ايه بقى يا شباب؟ باي تشاتنج بالدردشه، باي واتساب، باي ايمو، باي استخدام طبعا كل الوسائل المتاحه زي الايميلز، طبعا البريد الالكتروني كمان بقى اسرع بكتير من الليترز. زمان كان ليترز خطابات، دلوقتي الايميلز. اشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي مع الدرس القادم باذن الله.